أهلا بكم في أخبار الاقتصاد. والمستهل بأجواء شهر رمضان المبارك، حيث رصدت كاميرا التلفزيون خلال جولة في عدد من الأسواق الجوارية بولاية برج بوعريريج، رصدت وفرة في مختلف المواد الاستهلاكية واستقرارا في الأسعار، وهو ما لقي ارتياحا وسط المواطنين. التقرير للسعد باللونس. بعد انقضاء أسبوع عن الشهر الفضيل، يسجل المواطنون بارتياح الاستقرار الذي تعرفه السوق التموينية بالأسواق الجوارية بالنظر للتدابير الاستباقية التي تم اتخاذها بولاية برج بوعريريج. نتمنى ما يسكرش، ماشي شهر رمضان برك، ما يسكرش مرة، يقعد إن شاء الله هكذا. رحنا هنا ثاني نبيعوا بأسعار الجملة، يعني الحمد لله يا رب لقينا إقبال كبير من المواطنين. شعبة اللحوم هي أيضا سيتم إغراقها بالمستورد والمسقف من ناحية السعر، والكميات المستوردة من شأنها خفض الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. اللي سوقناها 2000 طن، وعلى مستوى الميناء تاع وهرن ومستغانم راهي متواجدة 450 طن، والوفرة كاينة كما ذكرنا، نسوقوا تقريبا 40 ولاية. ما يسجل من استقرار في السوق يعزى أيضا للصناعة الغذائية التي بدأت تبحث لها عن مكان في السوق المحلي والتطلع للتصدير. بعد يعني فتح مباشرة أسواق الجوارية شفنا تراجع محسوس في الأسعار. احنا بطور دراسة، يعني وفق تعليمات السيد رئيس الجمهورية، دراسة إذا كان فيه فايدة للسوق الجزائرية، لأننا نستورد القمح بعملة صعبة، إذا كان فيه فايدة ويضرنا عملة صعبة ويكون فيه توازن للميزان التجاري بين التصدير والاستيراد، إذا كان فيه قيمة مضافة تحقق في السوق الوطنية، إذا كان فيه مناصب شغل تحقق تضاف إلى السوق الوطنية، لأننا نمشي إلى تصدير هذه المواد. كل هذا ويتعزز قطاع التجارة وترقية الصادرات بالولاية بمخبر للجودة وقمع الغش للحفاظ على صحة المواطن وحماية الاقتصاد. وبولاية يشلف، وتماشيا مع توجه الدولة نحو إحداث موجة رقمية، تشهد الفضاءات التجارية عمليات اقتناء رقمية، وهو ما تجاوب معه المواطن والتاجر على حد سواء. كريمة شمت. مع اقتناء مستلزمات الشهر الفضيل، هكذا هي الأجواء عبر المحال والمراكز التجارية بولاية شلف. حركية واسعة للمواطنين وإقبال لافت لاقتناء متطلباتهم المتوفرة بشكل واسع، في انسيابية سمح تسديد مستحقاتها عبر بطاقات الدفع الإلكترونية، اختصار وقت مرورهم. حاجة شابة كارتمانيتيك، ما تقارعش ما ليه ليه. مع رمضان لا غاية صافا، ولا لاباس نشرو، راهم قايمين هنا عبينا، كاين لي كاس ما نطولوش في واسمها، نخلصوا بلا كارت كريدي سي بون عادي، خير من نفدوا معنا دراهم وكاع كنيا. لا رحمة غاية. في استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني، المركز يحتوي على 10 صناديق للدفع كلها مزودة بأجهزة الدفع الإلكتروني، وتشهد يعني توافد واستقبال من طرف المواطنين على استعمال هذا الجهاز. ولاية شلف هي ولاية يعني متقدمة في هذا السياق، حيث أن العديد من المراكز التجارية مزودة، وأغلب المراكز التجارية مزودة بآلات الدفع الإلكتروني، وهذه الآلات هي تقرأ كل البطاقات، سواء البطاقات البريدية أو البنكية، وتساهم في هي وسائل مأمونة ومضمونة وسريعة، وتساهم أيضا في حماية المستهلك وحماية التاجر في آن واحد. عملية تعدت المراكز التجارية إلى محلات بيع الملابس، مع إقبال أصحابها إلى تسيير مالي سلس ضمن شراكات مع البنوك تجاوب معها الزبائن. بالنسبة للعرض تي بي يو كان من البنك تاع التجارة، مدير التجارة، وحنا قبلنا، وكي جبناه لنا المحل كان عليه إقبال كبير من طرف الزبائن، لأنه في بزاف تسهيلات سواء لصاحب المحل اللي هو أنا ولا الزبائن. على مستوى الفضاءات في ولاية شلف راهي معظمها راهي تستعمل في هذه الوسيلة، وحتى المواطن بدا تدريجيا يستعمل في هذه الوسيلة. القطاع راهي يتواصل مع قطاع البريد والمواصلات والسادة الزملاء على مستوى بنك كناب، هما اللي يقوموا بتمويل هذه الأجهزة،
احنا سطرنا برنامج في هذا الخصوص وين درنا مختلف الخرجات. خدمة نقدية خالية من المتاعب وأمان مالي عملي وفعال يعززها الدفع الإلكتروني المراهن عليه بالولاية تعميما. أنيرو إفريقيا شعار لقاء حول تنويع مصادر الطاقة في إفريقيا وتوسيع شبكات الكهرباء. اللقاء الذي نظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير تطرق خلاله المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين الدول الإفريقية في مجال الطاقة. أشغال اللقاء حضرها أعضاء من السلك الدبلوماسي بالجزائر إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن بنوك جزائرية وإفريقية. الجزائر تملك مؤسسات قوية جدا في الطاقة وأجندة إفريقيا 2063 تعتزم لبناء نسيج طاقوي كبير داخل العمق الإفريقي خاصة مع تنويع مصادر الطاقة وأيضا إيصال الكهرباء، شبكات إيصال الكهرباء، مولدات الطاقة. كل هذه نجد أنه عندنا مؤسسة وطنية قوية جدا وربما تعد ثاني مؤسسة في إفريقيا من حجمها وأيضا من حجم الموارد البشرية التي تملكها ومن الطاقات التي تملكها. هنالك 600 مليون مواطن إفريقي ليس لديهم طاقة أو كهرباء مستديمة وهم يمثلوا نصف سكان القارة، على الرغم من أنه القارة تسخر بموارد كبيرة جدا من بترول، من غاز، من طاقة شمسية، من طاقة رياح، من طاقة حرارة باطن الأرض، من طاقة كهرومائية، لكن تنقصنا بعض التجهيزات. الاستثمار في الطاقة في أفريقيا يعادل 3% من الاستثمار العالمي. وقع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك اتفاقية إطار مع شركة كاش للتأمينات تشمل عددا من مجالات الشراكة لا سيما توزيع منتجات التأمين على الأضرار عبر كامل شبكة توزيع الصندوق، وكذلك توطين جزء من حجم أعمال كاش للتأمينات على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك. ويفتح هذا التحالف الاستراتيجي أفاقا جديدة للجانبين تمكنهما من توحيد خبرتهما ومواردهما من أجل توفير حلول تأمينية وتمويلية مبتكرة وملائمة للاحتياجات المتزايدة للسوق الجزائرية. والآن نستعرض معكم أهم مؤشرات البورصة في الجزائر لنهار اليوم. إلى أسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. دوليا وافق البنك الدولي على منح تونس قرضين بقيمة 520 مليون دولار سيخصصان لتمويل مشاريع تستهدف معالجة تحديات الأمن الغذائي والحد من التفاوت الجهوي، وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار موجه لتمويل استكمال مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي في تونس الذي سيساعد على مواجهة انعكاسات 4 سنوات متتالية من الجفاف في البلاد.
إلى أسعار النفط في العالم، حيث شهدت ارتفاعا خلال تعاملات اليوم، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.10% لتبلغ 87 دولارا للبرميل، فيما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 82 دولارا و72 سنتا للبرميل. تراجعت أسعار المعدن الأصفر خلال تداولات اليوم، حيث سجلت العقود الآجلة انخفاضا بواقع 0.19% ليبلغ 2156 دولارا للأوقية. كما انخفضت العقود الفورية للذهب بنحو 0.2% إلى 2159 دولارا للأوقية. ختام الاقتصاد بصرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، في أمان الله.